عن ثامر مدعس. إنها أسوأ كراس وطيب. لا أفخر فيها أنا ويفخرون فيها أخوياي. لأنه مطلق واللي مثله شر واجع عليه يبطي حي. عد يا عبد الله. أقول أفخر في ثامر بن مدعس العرجاني. وكل واحد مثل ثامر نفتخر فيه وجعل عمره طويل. سلامتكم. طب ليش ما قلت أنا حدثني عن نفسك في البداية؟ أنت سألتني عن ثامر المدعس، أنت اللي تعطي الأسئلة مو أنا. جميل. الله الله. بس أنا آسف من كثر ما شفتكم ثنائية مع بعض حسبت أنك ثامر. لا 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 لا، ما هي بثنائية طال عمرك، كلنا أخوان وكلنا عيال 9 شهور. والله ثم الله أنا ما بحداني إني حلف، لكن ما فيها ثنائية. وأنا قد تكلمت اليوم وأتمنى إن المخرج شاف لقطاتي يوم نتكلم في الموضوع هذا، لأن ما في ثنائية. تسمح لي أوضح؟ طيب قبل توضح حدثني عن نفسك خلاص. يلا. عبد الله محمد مصارير الدوسري، منشد مقدم، يعني ينفع الأمور كلها وبشر بالسعادة والعلوم الطيبة كلها. أي لا بعد قدمت عشان لا تنشدني، لكني محتوي التقدير. عبد الله اثبت مكانك، احس انك متوتر ولا عادي؟ لا بس يعني اي اثبت مكانك، خليك ثابت على خشمي. جزاك الله هذه صح كاني كريستيانو. جزاك الله خير. طيب بيه، ليش اتجهت للبرامج الواقع يا عبد الله؟ شيء طبيعي، اي واحد نجم سواء كمتسابق او غير حتى. يعني تشوف نفسك نجم؟ نعم اشوف نفسي نجم. كيف قيمت نفسك؟ لو ماني بنجم ما دخلت اللي البرنامج اللي مشاركينه الالاف 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 وقبلت فيه، اعتبر نفسي نجم. ولو اطلع من الستة اعتبر نفسي نجم، لان هذا برنامج واقعي يتابعونه ملايين الملايين. جل. ويفخرون فيه كل واحد. متوقع انك تطلع من الستة يعني؟ يعني يمكن، ما في شيء مستحيل، ارزاق ربي كاتبها وعسى الله يوفقنا ويوفق اخوياي ان شاء الله. طيب ك ماني قايل عبد الله محمد، النجم عبد الله بن محمد. تسلم. ايش قدمت الاربع ايام الماضيه يا نجم؟ والله طول عمر قدمت ريلتي بشكل عام. انا ماني منشد يعني بقعد اغني 24 ساعه. طول عمر اقدم سوالف الزانه والقصيد والعلوم الزانه وريلتي بشكل عام. اي شخص يقدم ريلتي نجم. انا النجوميه هذا قبل ترى السؤال، انت رحت لاشياء ثانيه. اتكلم نجم لاني قبلت رغم البرنامج مشاركين فيه الاف الالاف، اعتبر نفسي نجم. تشوف انك افضلهم؟ لا اقلهم. لا اقلهم ولا افضلهم، هذا الجمهور اللي حكم له انا ولا انت. انت قبل شوي قلت نجم، انا نجم، حكمت على نفسك. انا نجم وهم نجوم. انت تسمح لي اتكلم بحريه ولا لا؟ تفضل. طيب ليش حطيت، ليش كتفت يديك؟ بس كان بضحك وخلاص. تدري ايش معناها في لغه الجسد؟ اني مرتبك؟ لا والله ماني مرتبك، بالعكس والله مروق ومستانس. طيب عبد الله السؤال هذا قلته تدري لمن؟ من؟ الثامر مدعث، يعني ما شاء الله ثنائية حتى في الحركات. ليتك معلمني والله أن أسويها. تقتدي بثامر يعني؟ أقتدي بكل طيب، وأنا قد علمتك سواء ثامر أو غيره. كل طيب رأسه افتخر به واقتدي فيه. أهدافك يا عبد الله؟ أهدافي طال عمرك الطموح، أول شيء الواحد لازم عنده طموح. والباقي عاد على الله. هدفك في سكريبت بالتحديد؟ في سكريبت أكيد، ما حد دخل من هنا لا أنا ولا المطاليق اللي معي إلا يبي ياخذ المركز الأول. نسيت هدف مهم. وش الهدف المهم؟ تدشين الثنائيات من أول يوم. والله الربع، تسمح لي أتكلم في ذا الموضوع؟ تفضل خذ راحتك. أول شيء الربع صلوا على محمد. لا إله إلا الله. حني الربع ما هي بثنائية، يمكن أنا أجي ثامر، أجي أحد الشباب الباقيين، لكن المخرج يمكن يصورني مع ثامر، بعدين أروح أجلس مع شباب ثانيين ما تجي الكاميرا علي، يعني ما هي بثنائية، هي حظوظ وتوافيق الربع. والله ان كلنا على قلب واحد، وما عليكم من الكلام، اهم شيء ان الجمهور ان شاء الله عارف والله لا فيها ثنائيه، وكلنا عيال 9 شهور ونحب بعض وقلبنا واحد وبس. سلامتك، حبيت اوضح النقطه هذه، ان المخرج بس يمكن ما يحط عليك بس. طيب عبد الله ليش اخترت المشاركه في هذا الوقت بالذات؟ لاستفراغي لمده 3 شهور مده برنامجي، ان الله وفق ونجحنا ان شاء الله. قدوتك يا عبد الله في الاعلام؟ في الإعلام والله فايز المالكي، أصرح من المنبر لأني أحبه في الله، رجال عنده أعمال خيرية. من اللي ما يعرف فايز المالكي ولا يعرف أموره والأشياء اللي هو يسويها، عسى الله يوفقه من هذا المنبر بس. يعني بعد 5 سنوات نشوفك مكان فايز المالكي؟ ما بشوف، ما نبجي مكان إن شاء الله.
قدوتك فيش طيب؟ قدوتي في الأشياء اللي يسويها، الأشياء الزينة، صدقات يطول العمر، ويسكن ريتام يطول العمر، بس الأعمال الخيرية اللي أنت تشوفها وغيرك يشوفها من الجمهور. واقتدي في فايز المالكي من هذا المنبر. عبد الله نبيه، الكاميرا الآن أمامك، صحيح، اسمح لك للمرة الأولى والأخيرة مخاطبة الكاميرا جمهوري يعني، وقطع وعد للجماهير يلتزم فيها عبد الله طالما هو في البرنامج. طيب عبد الله، قبل تقطع الوعد ترى راح يكون حجة عليك. ما عليه، اني قده ان شاء الله. تفضل. اول شيء السلام عليكم جمهوري الاعزاء، اسفين عنا لبسنا اللبس وما درانا لين عاد يوم دخلنا على قولتهم قد القحت، لكن ودنا بالثوب الزي السعودي اللي يفتخر فيه وتنومس فيه كل سعودي، لكن والله له بعيبني وجهي طويلا، ودي ببدلة ولا بثوب. هذا هو شيء حبيت أشكركم يا جمهور عبد الله بن محمد، عسى الله يوفقنا وياكم، راح نقدم إن شاء الله أشياء أكثر لنا والأخوياي المطاليق اللي معي، أبشروا بالريتي والشكل العام والضحك والوناسة والمقالب والصدر الوسيع، قد قلتها من أول وأقولها الحين والله أني صادق، أبشروا بالعلوم الزانة يا قناة الواقع. والقصائد في الشخصية الثنائية. لبيه ما فهمت. طيب خلاص، كلمة أخيرة لك ولأصدقائك. قبل أقول الكلمة اللي لي ولا زملائي، عندي توضيح اللي هو يا الربع عن قناة الواقع، نشكرهم والله أني صادق كمتسابقين وعلى الأشياء اللي سواها في 4 أيام، يعني أنتم يمكن ما تشوفونها لكن حنا نشوفهم، كيان عظيم أنا سميته الكيان الأزرق، مو بعشان يشجع الهلال ولا تفهموا أني صح، لكن كيان عظيم، سواء لنا الفخر يا متسابقين إذا شاركنا في هذا البرنامج، وترى ما تروح على المتسابقين بس، يمكن حتى المشاهير اللي لهم شعبية ولهم جماهيرية أنهم يتمنون أنهم يكونون في قناة الواقع، لأن والله ثم الله إن عندهم كيان عظيم، وأنا سميت الكيان الأزرق وعساهم عاد يقبلون. أما من زملائي طويل العمر من ناحية زملائي هم مطاليق، وجعل ربي يوفقنا وياهم وعقب الناموس إن شاء الله، ولا أخذ واحد منا كنا متناوسين كلنا، جعل ربي يوفقنا وياهم. والله أني ما أدري من أنت، استغفر الله، لكن جعل ربي يوفقك اللي تحتي معي.